وللمزيد تنضم معنا من تالين سيدة سمر الحسيني الناشطة الحقوقية. أهلا بك معنا سيدة سمر. بشكل عام شهدنا سابقا قرارات عديدة من البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، هذه المرة بماذا يختلف هذا القرار؟ مساء الخير على حضرتك. سامور يمكن المرة دي القرار بيختلف في عدة سنوات. الأول أنا بعتبر القرار ده حوالي حاجة زي جلسة مراجعة دورية شاملة أوروبية لحال حقوق الإنسان في مصر، لأنه تقريبا ما فيش جانب حقوقي فيه انتهاكات في مصر، سواء قانوني أو سواء قبض أو تعذيب أو تهاون قضائي أو انتهاكات للمحاكمات العادلة ما تمش التطرق ليه. ثانيا انه رجع لحاجات يعني سابقه، لقرارات سابقه، رجع لقوانين سابقه، وصل لحد الدستور المصري. يعني هو في القانون كده انت بتمشي من التشريع الدولي وتطبيقاته القانونيه المحليه، فهو فند للقانون للمشرع المصري وللدوله المصريه انه حتى دستوركم يتنافى مع ممارساتكم. يمكن السمة الثالثة إنه إحنا بقالنا فترة طويلة، يمكن من 2014 كان في سمة تهاون شوية مع انتهاكات النظام المصري من قبل الاتحاد الأوروبي. الصيغة في هذا القرار متغيرة تماما، وفي حث على إجراءات إيجابية كثيرة يقوم بها السفراء وأعضاء حتى أعضاء وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، طيب بيطالبوا إن هم يروحوا بنفسهم. طيب يعني البرلمان الأوروبي كما تعرفين أصدر عدة قرارات في السابق، قرارات تدعو الأعضاء في الاتحاد إلى مثلا يعني عدم تزويد مصر بالأسلحة، ولكن على الرغم من هذا استمرت صفقات ضخمة يعني بتوريد الأسلحة على رأس الدول التي عقدت هذه الصفقات، فرنسا وأيضا إيطاليا. بالتالي إذا كانت قرارات الاتحاد الأوروبي غير ملزمة ويعني تكاد تكون حبر على ورق، ما أهميتها الآن؟ هو قرار الاتحاد الأوروبي بيتسمى دايركتيف، يعني هو توجيه من الاتحاد الأوروبي للدول. هذا التوجيه الدول بتطبقه بطريقة طرق مختلفة وفقا لمصالحها. مسألة تجارة السلاح ما بين مصر وما بين فرنسا وإيطاليا أو غيرها من الدول، هو ملف إلى حد ما حساس، وحتى نوع الأسلحة اللي مصر تداولتها مع الدول دي هي أسلحة ذات طبيعة غريبة، وصفقة إيطاليا بالتحديد كان الهدف منها مش السلاح بشكل أساسي. ولكن في كل الأحوال حتى هذه الصفقات لم تمنع، مثلا لما الرئيس السيسي كان في فرنسا، إنه يتم تقديم تعليقات لي عن حال حقوق الإنسان في مصر. وحتى ده لم يمنع السلطات الإيطالية من إن هي تطالب بمحاكمة فيما يتعلق بمقتل الرجيم. يعني هذه الدول قادرة جدا على الفصل ما بين الملفات، ان انت ما بيننا تجارة بينية في ملفات معينة. طبعا دي قد تتأثر بحجم الانتهاكات، يعني في دول بيتم مقاطعتها دوليا زي ما حصل مع ايران مثلا فترات طويلة، او زي ما حصل مع كوبا فترات طويلة، فقد نصل الى هذا المستوى. واعتقد انه مصر يعني محتاجة تاخد اجراءات ايجابية سريعة فيما يتعلق بحركة الانسان، لأنه إذا كانت أمريكا ما قدرتش تفرض بجوانتانامو، ما أعتقدش إن مصر هتقدر تفرض بحالات انتهاكات حقوق طيب الإنسان اللي معقودة عندها أو قضية رجيم. طيب ولكن على الرغم من هذا صفقات الأسلحة مستمرة، وهذه الدول يعني لا تستمع ربما إلى هذه التوصيات التي تخرج من البرلمان الأوروبي. بالتالي يعني هنا أيضا سؤال آخر عن المطالبات بتسليم الضباط بقضية ريجيني تحديدا. شهدنا بالأمس مطالبة مصرية أيضا بتسليم الدبلوماسيين الإيطاليين، يتهمهم القضاء المصري أيضا يعني بالتورط في تهريب آثار. بالتالي هل تنتهج مصر يعني سياسة التعامل بالمثل، وهل من الوارد فعلا أن تستجيب هذه الدول الأوروبية أن يكون هناك تعاون وتبادل للمتهمين بين هذه الدول؟
والله الخبر ده كوميدي أكتر منه خبر حقيقي. يعني مسألة إنه الدولة المصرية شايفة إنه هتقدر تغلوش زي ما بيقولوا، أو يعني تعمل دوشة حوالين مطالبات الاتحاد الأوروبي أو مطالبات الإيطالية بالمحاكمة بإن هي تطلب دبلوماسيين، ده يعني حاجة عجيبة يعني عشان أبقى مهذبة. مستحيلة يعني. مستحيلة، لأنه أولا القضية مش يعني إن أنت تعمل الأمور بشكل طب سلمني وسلمك مش هينفع. والإيطاليين على فكرة لو ثبت إنه هؤلاء المسؤولين فعلا هم متورطين في حاجة هيسلموهم أو هيحكموهم وفقا لقوانينهم وهياخدوا جزائهم. وهو ما يطالب يعني ما يطالب به السلطات الإيطالية إنه يا جماعة اللي قاموا بعملية التعذيب هذه ياخدوا جزائهم يعاقبوا، انه حق هذا الطالب اللي جه مصر طالبا للعلم وتم قتله على يد عناصر من الامن المصري انه حقه يرجع. ده امر يعني بسيط جدا، واعتقد ان السلطه المصريه اسهل حاجه ليها لتحسين وجهها ان هي تعمل محاكمه، او هذه المحاكمه ايا كانت نتيجتها هتكون محاكمه. يعني ده نوع من انواع الحياء او ماء الوجه، اللي هو حضرتك هتعمل محاكمه وتحاسب المسؤولين. والله لو طلعت، وبعدين انت قتل 5 بني ادمين مصريين في سياقات هذه القضيه بالتحديد، انت بتداري على ايه للدرجه طيب، دي؟ يعني من هم الاشخاص وبالتالي الامنيين؟ ولكن سيد سمر، يعني البعض يرى أن مصر تملك أوراق ضغط قوية يعني على أوروبا، خاصة في ملف الهجرة غير الشرعية، أيضا في ملفات تتعلق بالمرور بقناة السويس، هناك أيضا أوراق ضغط متعلقة بأمن إسرائيل والمنطقة، وبالتالي هذه أوراق تملكها مصر، بالتالي هل يمكن لأوروبا أن تخاطر بكل هذه الملفات أو خسارة شريك مثل مصر؟ في نوع الشراكة كده تخسر جزء كبير من يعني سمعة الدول، بيأثر على الشراكة، بيأثر على مصالحها ومصالح شركائها. يعني هل من مصلحة أمريكا مثلا إن هي تتعاون مع إيران عشان تعمل أسلحة نووية؟ قد يكون ده من مصلحتها، ولكن هي ما بتعملش، لأنه الموضوع يعني مش متعلق بانه انا مصالحي ومصالحك بس، ملف حقوق الانسان في اللحظه الحاليه في القرن الحالي هو ملف من اهم الملفات، يحدد شكل الدوله وشكل تعاون الدول الاخرى معها ومستوى هذا التعاون. لانه احنا الهدف من منظومه حقوق الانسان دي كلها لما قامت كان انه ما يحصلش حرب عالميه ثانيه زي ما حصل قبل كده، كان انه يبقى في منظومه بتحمي البني ادمين وبتخلي الدول تلتزم بالحد الأدنى. ما حدش طالب حاجات صعبة، يعني كل حتى المطالب المدرجة في هذا القرار، مشروع قرار الخارج من البرلمان الأوروبي، نعم، هي قرارات طبيعية جدا ومطالبات أقل من يعني كلها حاجات روعية فيها الدبلوماسية إلى حد كبير. بتطلب مراجعة قوانين، بتطالب بالإفراج عن ناس بقالهم سنين محبوسين دون أي يعني دون واضح. وجه حق. وبالتالي أعتقد إنه العلاقة ما بين مصر وما بين أوروبا هتتأثر بشكل كبير إذا نعم، لم تأخذ خطوات جادة لتحسين حالة كل إنسان وملف كل إنسان. أشكرك من تالين السيدة سمر الحسيني الناشطة الحقوقية، شكرا جزيلا لك.